تواضع الجم في 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 ذكرى اشتراكنا هذا العظيم الكبير عبد الرحيم الزرقاني من مخرج المسرح الكبار جدا بيساويني بيه وانا فصل صغير كده لسه متخرج من المعهد وبيقول في ذكرى اشتراكي له في كذا. فهذا التواضع تعلمته من عبد الرحيم الزرقاني وامنت به وما زلت فعلا فعلا يعني اقرر ان التواضع اهم صفه ممكن ان يتصف بها.